بياض الأسنان معيار جمالي يسعى له كثيرون بشتى الطرق، ولكن البعض قد يفشل بتحقيق النتائج المرجوة. فما هي أهم أسباب غير المألوفة لاصفرار الأسنان، وكيف يمكن التغلب عليها؟ الإجابات في تقرير الزميلة ديما نجم. من منا لا يحب أن يظهر دائما بمظهر لائق وابتسامة جذابة تزينها أسنان بيضاء نظيفة؟ كل منا يسعى إلى ذلك، ولكننا قد نفشل في بعض الأحيان، وذلك رغم اتباعنا طرقا عدة للحفاظ على أسناننا بيضاء ناصعة. وبحسب الخبراء فهناك أسباب عدة قد يجهلها كثيرون، أولها استخدام غسول الفم، إذ أن مركبي فلوريد الزنك والكلورهيكسين الموجودين في الغالبية العظمى من سوائل غسول الفم يقللان من سماكة طبقة البلاك فوق الأسنان والمسؤولة عن بياضها، وبالتالي فإن بياض الأسنان يقل بدلا من أن يزيد. لذلك ينصح الخبراء بالتوقف عن استخدام غسول الفم واستبداله بتنظيف دقيق للأسنان واللثة. استخدام معجون الأسنان بشكل خاطئ هو السبب الثاني لاصفرار الأسنان، إذ أن كثيرا من معجين الأسنان تقوم بمهاجمة طبقة حماية الأسنان بشكل حاد للغاية، ما يقلل من بياض الأسنان بدلا من زيادته. لذلك ينصح بالانتباه إلى قيمة RDA، والتي تعبر عن قوة إزالة معجون الأسنان لطبقة المينا التي تغطي الأسنان، وتعتبر قيمة ما بين 35 و50 متوازنة، وتوفر كمية إزالة قليلة وقدرة تنظيف عالية. أما معجين الأسنان ذات قيمة تتخطى 95 فيستحسن عدم استخدامها يوميا. الإفراط في شرب عصائر الحمضيات يشكل هو الآخر سببا في اصفرار الأسنان، فالمزيج ما بين السكر وحمض الليمون الموجود في هذه العصائر خطير بشكل خاص، لأنه يهاجم طبقة المينا بشكل عنيف، ولذلك يجب تجنب شربه بكميات كبيرة. من الأسباب أيضا تناول المضادات الحيوية، خاصة تلك المحتوية على مادة تتراسيكلين الذي يؤدي إلى بناء مادة شيلات الكالسيوم، والتي يمكن أن تخزن حول طبقة المينا وفي داخلها أيضا، وتسبب بقعا بنية أو رمادية على الأسنان. تناول سوائل معالجة للسعال قبل النوم يؤدي هو الآخر إلى اصفرار الأسنان، إذ يلتصق بالأسنان فيما يعمل السكر والكحول الموجود فيها على تجفيف الفم، وبالتالي لا يمكن إنتاج كميات كافية من اللعاب، والذي يعتبر منظفا طبيعيا للأسنان. لهذا السبب يستحسن تنظيف الأسنان بعد تناول هذا الشراب. أخيرا يأتي تناول الأقراص المحتوية على الحديد ضمن الأسباب التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان، لأن الحديد الموجود في هذه الأقراص قد يتفاعل مع كبريتيد الهيدروجين الذي تقوم بكتيريا الفم بإنتاجه، لإنتاج مادة كبريتيد الحديد ذات اللون الأسود والتي تصبغ الأسنان. لذلك ينصح أولئك الذين يتناولون مركبات الحديد على شكل أقراص فوارة بشربها عن طريق مصاصة لتقليل احتكاكها بالأسنان. للحديث حول هذا الموضوع معنا من دبي الدكتور مناف طاهر آغا، أخصائي صحة الأسنان وسكرتير عام الأكاديمية العالمية لتطبيقات الليزر الفموية في فيينا. أهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، بداية يعني هل هناك المزيد من المسببات لاصفرار الأسنان مما لم يرد في تقريرنا؟ نعم، خلينا أول شيء مرحبا مساء الخير. أهلا. أول شيء باختصار شديد، في خلينا ممكن نقسم التلوين أو التلونات يا أما خارجية يا أما داخلية. هلا التقرير اللي تفضلتوا فيه هو بيحكي عن معظم الأسباب الخارجية اللي ممكن نعم. تعمل التلونات الخارجية من بسبب تراكمات بعض الأطعمة أو المواد الكيميائية اللي ممكن تتراكم، أو نقص في كمية الطبقة الخارجية اللي هي المينا اللي مثل ما تفضلتوا بالتقرير. إضافة خلينا نقول اللي ممكن ما يكون ذكر بعض العادات اللي مفروض ننتبه عليها، يعني بمعنى لما بناخذ نحن أشياء حامضية مفروض عدم التفريش مباشرة بعدها، لأنه ممكن نقشط الطبقة المينا بتكون صارت ضعيفة بسبب الحمض، ويؤدي ذلك إلى نقص السمك فيها أو ظهور اللون طبقة العاجل اللي هي بتكون مائلة للإصفرار أكثر، مما يؤدي إلى إصفرار الأسنان. هذا طبعا بالإضافة إلى اندخال بعض المواد اللي هي ممكن نحن ناخذها بالأكل والشرب وما شابه إلى عمق المينا، وبتعطينا هذا اللون الأصفر.
هلا طيب بالنسبه نعم للسبب اللي ما ذكرت الثاني اللي هو بالنسبه للتلونات الداخليه، ممكن نتيجه علاجات جذور الاسنان، يعني انسحب عصب السن وتعالج الجذور فيه وانحشى بطريقه معينه، بعض المواد ممكن تندخل بتاج السن من الداخل، وتلاقوا هذا بحاجه الى طبيب داخلي عند طبيب الاسنان. الشغله نعم الثانيه اللي كمان لازم ينتبهوا عليها المشاهدين، انه في بالنسبه للاسنان الامامي، بالنسبه للاسنان ممكن اذا صار في صدمه اثناء الطفوله، يعني وقع الطفل وصار في رد، خلينا نقول على سن من الاسنان او اكثر من سن، ممكن يتغير لونه مع الوقت، هذا بيكون صار في تموت بلب السن او بعصب السن من الداخل، مما يؤدي الى عفونه وتحويل هذا اللون الى رمادي او نعم. طيب دكتور مناف، هناك من يعني يقول إن الأسنان لها أيضا بترجع إلى طبيعة الإنسان، هناك أشخاص أصلا أسنانهم لونها مائلة إلى الصفرة وأشخاص أسنانهم بيضاء بالطبيعة بالخلقة، هل هذا الكلام صحيح أم؟ هذا الكلام صحيح 100%. طبعا نحن لازم نعرف أنه شكل أو تكوين الأسنان، طريقة تشريح الأسنان، خلينا نقول الشكل، تركيبة الأسنان، الطبقة الخارجية المينا، وهي طبقة مائلة إلى يعني خلينا نقول الحليبي، الأبيض الحليبي، بينما اللي تحت مباشرة هي العاج، اللي هو بيكون لونه مائل إلى الصفار. هلا كل ما غمق لون العاج، كل ما كانت بنية الأسنان مائلة للاصفرار أكثر، يعني بتكون طبيعة الأسنان مائلة للاصفرار أكثر، بيكون بنية العاجية. هلا طيب البنية السطحية كل ما خفت سماكة المينا، كل ما ظهر أكثر مما تحت اللي هي طبقة العاج، بتعطي صفار أكثر. نقطة ثانية، في بعض الأحيان ممكن بعض الأدوية اللي تاخذ يعني بياخذوها الأطفال أثناء الطفولة، أثناء فترة الطفولة، بعض المضادات الحيوية، بعض الأدوية ممكن تؤدي إلى خلل في تشكيل الأسنان، ويؤدي نعم ذلك إلى ألوان أيضا أو ألوان صفراء بالأسنان، يعني أو تلون الأسنان فيما بعد. يعني دائما مواضيع الأسنان بحاجة إلى حديث طويل وطويل جدا، يعني كل الناس تشكي من الأسنان وتهتم أيضا بسماع معلومات حول الأسنان. أنا بشكرك شكر جزيل الدكتور مناف طاهر آغا، أخصائي صحة الأسنان وسكرتير عام الأكاديمية العالمية لتطبيقات الليزر الفموية في فيينا، شكرا لك.